الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم المتابعين موفلوجز على نارين بيوتي. نارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بيحط هذه الصوره. وفعلا دخلوا على التعليقات راح تشوفون كل التعليق مكتوب بها ليش مترجعين لموفلوجز، وان هل شفتي اغنيه موفلوجز جديده اللي هو كان يقصد بها نارين بيوتي. طبعا ما يعرف انه موفلوجز نزل اغنيه بعنوان قلبي ليكي، واللي هو كان يقصد بها كل الكلمات على نارين بيوتي. ها صورتها بالمقطع، روحوا شوفوا المقطع السابق عشان تعرفون اكثر. باي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، بينوا انه يرجعون لبعض او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد عاشور. طبعا ما يعرف انه محمد عاشور هو يوتيوبر فلسطيني يقدم محتوى جدا رهيب، عدد تقريبا 250 الف مشترك، ومبارح نزل فلوج، وبهذا الفلوج انا يمكن ظهرت به، فروحوا شوفوا عم تعرفون وين ظهرت. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا هو مملكة القصص طارق الباشا، والديستراك اللي حينزل يوم الجمعة. فهذا الديستراك راح يكون على ثلاث يوتيوبر، واول يوتيوبر هو كالعادة انس وبيسان اسماعيل. اما بالنسبة لليوتيوبر الثانيين فالصراحة ما راح اقول حاليا، ولكن طارق الباشا راح ينزل مقطع وراح يقول منهم هذول اليوتيوبرين، راح ينزله بالليل. انتظروا المقطع مالته واكتبوا لنا يا احباب بالكومنتات جيم متحمسين هذا الديستراك، وعلى منو تتوقعون راح يكون الديستراك على اليوتيوبرين الثانيين. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة ماية جمال. بالمختصر ماية جمال تحدد أكثر يوتيوبر ما يهتم لليوتيوب أبدا، وقاعد كل شوي تطلع باللايفات وتتهجم بي علي وعلى محمد جواني وعلى مريم، تحرض بالجروبات مالتها علينا، ولدرجة حتى تتهجم على بيسان. هاي جنية من غير مكياج قاعد تطلع لك على إنه عاملين مقلب، أنا بقول لها أنت مو حلوة من غير مكياج، وهي حطي مكياج، هي بتقول عندي 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 حاطة موش كمان وصلت عند حواجبها، قال عندي حاطة شكلها مثل البومة حتى مقاطع طبعا تتعرض لعدد ديسلايكات اكثر من قبل. طبعا بالنسبه لكلاب الشهره قاعدين يحرضوها وعم يطلعون يهددونا. بالمختصر يا حبايب، ماهي الجمال اذا ما وقفت هذا الشيء حاليا فعليا راح اطلع وجهي الثاني، فشوفوا هذا المقطع. لكن ما راح اعرضها كامل لان قلت انا فيها الزين وما اعرض هذه الاشياء، لكن والله العظيم اذا هذه الاشياء استمرت التحريض بالجروبات والسبب اللي يسبونا اياه لاحط الفيديو كامل، فعليا حنزله بالمقطع اللي راح ينزل يوم الليل اذا ما طلعت ماية جمال واعتذرت اليوم بالستوري. وطبعا بالنسبه لهذا المقطع هو منو هذا الشخص اللي وياها، وكانه مختلف عن عامر اللي هو الثاني والانس الشايب اللي هم عندي مقاطع لهم زائد 18 بدون ملابس، فحاليا لازم هي تطلع تعتذر. اتوقع هي نفس الحلفة على القران تسوي هيك اشياء مو؟ فعليا انت حاليا كم ساعه انه تطلع تعتذر ولا انشر كل شيء. وبالنسبه للحكي اللي تحكي على الخاص فاتمنى انه ما تحكي والا لسانك لحق قصة، فشوفوا شلون تسبني وتوب محمد جواني. يا توتو هيني بفضح فيه، فوتي نيكي امه يلا. الخبر الرابع اللي عدنا عن نور مارو، ليش هو معصب؟ نور مارو نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات نوعا ما ضايج بيها، ويقول انه هواي حاليا دا يطم بلوكات بسبب الاشخاص اللي يحاولون يسوون تفرقه بين الفريق، فقاعدين يكتبون جيش قمر او من هذا الكلام، ويقول انه احنا كنا ايد وحده ولكن لازم نقسمنا الجلادين، مو جيش كذا وجيش كذا. راح اعطيكم هذه الستوريات اني اشرحها عم تفهمون اكثر. صح يا جماعه، انا بدي اقولكم مشان يعني فهمتوا علي، انا عم بحظر كثير ناس. ليش؟ لانه عم سووا تفرقه، اذا ما كان بين المتابعين عم سووا تفرقه بين الفريق. ليش؟ لانه هاي ما بيجي بكتب نحن من جيش نور مار، نحن من جيش قمر، نحن من جيش يارا، نحن. لا يا جماعه ما في هيك شيء، نحن كلياتنا واحد باسم الجلادين، للمره المليون بكرر. فاللي بحظره انا بحظره مو لانه انا ما بدي او بكرهه او شيء، لا انا بحظره لانه عم سوي تفرقه بين المتابعين، عم سوي تفرقه بين الفريق. فرجاء نحن كلياتنا واحد، واي واحد عم يحظر بيعرف حاله انه هو غلط. اذا كان كتب لي غزل، او اذا كان كتب لي انا من جيش كذا، او اذا كان كتب لي ما بعرف كذا كذا، لا يا جماعه نحن كلتنا واحد باسم الجلادين، وكلتنا ايد واحده، ونحن ما راح نتفرق ان شاء الله ولا تفرقنا. تمام، وصلت فكره؟ انشروا هدول الستوريات لحتى يفهموا كل الفانز انه نحن كلتنا ايد واحده، وما في جيش نور لوحده، وجيش محمد لوحده، وجيش قمر لوحده، وجيش يارا لوحده، لا كلتنا تحت اسم الجلادين ايد واحده. الخبر الخامس اللي عدنا عن محمد جواني ورد على مملكة القصص وطارق الباشا. قد ما انتشرت اشاعة انه هو متزوج وعنده ابن اسمه يوسف، فابو يوسف نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوريات كان يرد بها على المتابعين يطلبون من عنده توضيح على قصة ابنه يوسف. وبنفس الوقت صار يهددني انا وطارق الباشا ولما نوضح القصة راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. صباح الخير، مرحبا، شلونكم؟ شو وصل ابن يوسف خيو؟ فوت من النوم حاليا انا وعم شوفكم عم تشايفيني بمنامكم انت، ووضحنا عن ابنك يوسف، احكينا عن ابنك يوسف، مين ابن يوسف مين؟ دورت بين الرسائل هيك بركي اشوف يوسف بعت لي شخصيا، شو قصة ابن يوسف كرمال الله؟ زي ما هدول اليوتيوبر بدي لبس الواحد تهرب لبسوه اياه غصب عنه. شو قصة ابن يوسف؟ بس احكوا لي يا جماعة ما في شيء، بحثت هيك قال جواني طلع متزوج عنده ولد اسمه يوسف. إذا ما بضبوا هالسير يا دول طارق الباشا وبمملكة القصص ومملكة الأخبار ومية ومدري مين هذا التيوب خليل التيوب ومدري مين هذا التالي بعده، إذا ما بضبوا السير طلعان مستلمن واحد واحد وحطهم هيك باليوتيوب هيك وزهبنوا يا بن اكبسكم بالكرسي الله. شو قصة ابني يوسف يا جماعة؟ مين يوسف بعدين؟ مين سمير؟ بعدين شغلة شخصية ليش تضحونا يفكح عليكم يا بركي عندي أكثر من ولد، بركي اثنين أو ثلاثة. كل حال يا جماعه بدكم توضيح هذا الموضوع، حاجه تطلبوا توضيح مني بيركم. بس والله وصلنا المقطع من مقطع جوكم، تحطوا لايك تركوا بالقناه تشاركوا فيزي مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.